موقفنا من مشاركة السلطة الخليفية في عدوانها على الشعب اليمني. نحن نعلنها وأعلناها سابقا ونؤكد موقفنا الواضح في رفضنا لهذا العدوان، وإننا نقف في صف أبناء الشعب اليمني في قبال آل سعود وعدوانهم، وإننا نتضامن مع الشعب اليمني وندين بل نعتبر أنفسنا جزءا من الصراع مع آل سعود والذين يقاتلون.